أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا. سباق التنافس لا يتوقف والجهود الماراثونية مستمرة، وكيف لا بعد أن سمعت طلقة البداية ولم يصلوا إلا بعد 5 أيام من الآن خط النهاية. فالأصوات العائمة تبحث لها عن مرسى، واستطلاعات الرأي العام تشير إلى تقدم المعسكر الصهيوني على منافسه الحزب الحاكم الليكود. فارق طفيف هو يبدو، لكن من كان يظن أن بعد أقل من شهر من توقيع الشراكة بين إتسحاق هيرتسوغ وتسيبي ليفني ستكون هكذا النتيجة؟ فكثيرون شككوا بقدرته السياسية القيادية ومقدرته على استبدال نتنياهو أو كما يفضلون بيبي، وهذا مؤشر واضح يقطع الشك باليقين أن الشعب الإسرائيلي يبحث عن طريق لا عن قيادة، ما يؤكد أن ما عولت عليه بحملتك الانتخابية السلبية التي اعتمدت على الرسالة المقارنة لم تسعف فرص نجاحك حتى في استطلاعات الرأي. قلت عنه سيخضع للإرهاب، لا يملك القوة والكاريزما وماذا لا، ورغم ذلك لا يزال تقدمه مستمرا، وها هو أيضا يقلص الفارق بينه وبينك حتى في استطلاعات الرأي التي تركز على من هو برأيك الأكثر ملائمة لقيادة الحكومة. درع بدأ يلمح أنه براغماتي ويمكنه الجلوس في أي حكومة ولم لا، فهو يسعى للحفاظ على مصالح حركته ومؤسساتها. لبيد لا توجد لديه موانع على الجلوس في حكومة تحتوي على المتدينين، وكحل وإن كان أسهل عليه أن يدعم الليكود على غيره إلا أنه دخل ليؤثر وحتى يستمر حزبه وأن لا يتحول إلى موسمي ويتلاشى سيجلس في الحكومة حتى وإن شكلها بوجي ليبرمان، والتجارب علمتنا أنه يجلس في أي حكومة. أما القائمة المشتركة فهذه ستكون فرصتها للإطاحة باليمين، لن تكون جزءا من الحكومة فلديها أسبابها المعلنة، لكنها حتما ستكون كتلة منيعة إذا صرفت لها فواتيرها. نعم حقا، قد يواجه هيرتسوغ مشكلة أثناء تشكيل الحكومة ومهمته لن تكون قطعا هينة، ولكن ما لا أقبل به هو محاولة ترسيخ هذه الفرضية في الوعي العام لضرب أمل التغيير وتفريغ التفاؤل لدى الناخب وأن يقبل بنتنياهو كواقع. عند التقاء المصالح الكل بتصالح، فالسياسة أداة لتحقيق غد أفضل كل لجمهور ناخبي. إذن نتنياهو تذكر أن بوجي قد يتحول إلى رئيس حكومة إذا استمر تقدمه في الاستطلاعات حتى الأسبوع القادم، فالجميع سيتشبث في عربة الفائز. والمعسكر الصهيوني الآن كل ما عليه هو كما يقال في عالم رياضة كرة القدم، تمرير الوقت بدل الضائع دون أخطاء. دمتم في رعاية الله.